انا المليح امين ابن ديال الحسن المليح سلاله ديال المهديه من داوي الحقب اصل ابن عن جد موروث الارض من عهد السلطان مولاي اسماعيل. احنا كاين عندنا قطعه ارضيه في وسط من السلاله ديال المهديه. جاو الناس ديال الاريونس بغاو الارض داروا الاحصاء ديالهم مشاو في حالهم ما بدون علم ديالنا حنا. منين جا الوقت باش غاديين يعوضونا غوتنا القايد مشينا لعندو جلسنا مع القايد ديال المهديه ديال القصبه ومع فيصل ديال المسؤول ديال الشركه ديال الاريونس. جلسنا بداو تيحاوروا من هنا من هنا من هنا. خلاص قالك عندكم واحد القدر. قلنا له شحال عندنا في المونطو؟ قالك عندكم 120 مليون. قلنا له حنا ديك 120 مليون ماشي هي القدر اللي غادي نتعوضوا به حنا في ديك الارض كلها. وانا ديك النهار بالضبط الجلسه ما كملاتش فتنا القايد استدعانا الباشا مره اخرى. استدعانا الباشا مع عاوتاني المسؤول ديال الاريونس فيصل. عوض لذاك الكاتب ديال الباشا قال له ارى له شهاده اداريه يسينيها يمشي ياخذ فلوسه ويمشي في حاله. حنا ماشي هذاك هو الاساس علاش جينا. جينا باش نتحاوروا مع الشركه باش يطلعوا من المونطو اللي عطاونا. قال لك يا اما تشدها ولا مره اخرى ما بقيتش تلقاها كاع بالتهديد. مشينا في حالنا كنتفاجئوا بان عندنا دعوه في المحكمه مع الاليونس. خلاص جاتنا التبليغ ديال المحكمه مشينا حضرنا سميتو ما كاين لا جلسات لا والو. دزنا لعند القاضي عطانا واحد الوثيقه قال لك دير مذكره جوابيه على الكلام اللي تيقولوا الاليونس. درنا المحامي ديالنا حنا المحامي قدم مذكره جوابيه وداكشي ولكن راه فاتت 4 جلسات ما فاتش 4 جلسات وكان الحكم نافذ. الحكم ديال الافراج بدون سابق انذار بدون استشاره بدون حتى شي حاجه. راه المحكمه كنعرفوها كتكون عندها دعوه مدعى عليه. حنا ما عطاتناش الفرصه باش ندافعوا على راسنا. وعلاش حنا مدعيين اصلا؟ حنا مدعيين على باش نعرفوا هاد الاليونس شنو اللي بغات منا وشنو اللي حنا نقولوا لها. حنا ما كنعرضوش المشروع كانه غيدوز المشروع وحنا واقفين في الارض. حنا الارض راه ما غنحيدوش منا. بالعكس حنا كنعرضوا على المونطو اللي تعطى لنا. المونطو اللي تعطى لنا راه بخس ما تيرضاش شي واحد. 120 مليون قسم بالله على الاله ما كيساوي. هذيك الارض كتساوي اكثر من ديك القيمه بربعه ديال المرات ولا خمسه. هاد الناس جاو بغاو يضغطونا وداروا ضغوطات. والغريب في الامر بان حنا عندنا شهاده نيابيه وعندنا تقرير ديال الخبره عندنا الساتيليت وهذا الشيء كله وما اعترفوش به. ما عطاوناش حتى فرصه تخرج الحكم بدون ما نعرفوه فوقاش تحكم. حنا الجلسه اللي تعطات لنا اخر جلسه في 19 في شهر 8 والحكم تحكم في 9 في 8. يعني راه كاين الفرق ما بين فوقاش تعطى لنا الموعد وما بين فوقاش تحكمت. وهذا الشيء اللي كنطالبوا به ما كنطالبوش بشي حاجه غريبه. كنطالبوا بالله سبحانه وتعالى المسؤولين يشوفوا من جهتنا. احنا راه عائلات خمسه ديال العائلات بالاب ديالنا خمسه ديال العائلات وعاد الاب والام. والاب ديالي راه تيتراوح 90 عام في العمر ديالو والوالده عندها كذا و70 عام. هاد الناس هادو راه غنتشردوا لا حنا لا ولادنا لا والدينا. كنا غنتلاحوا الزنقه بدون موجب شرعي. والغريب في الامر الحق ديالنا كاين وهاد الناس ما مبينينوش. راه حتى في دفتر التحملات راه ما كاينش الاسم ديالنا وما كاينش المونطو اللي تعطى. هاد الشيء كنطالبوا به باش التدخل يكون عاجل من اي طرف. تنتمناو من الله سبحانه وتعالى يدخلوا باش ينصفوا الحق. لحقاش حنا ضايعين في حقنا وما كنعرضوش شي حاجه على المشروع. حنا كنعرضوا على المونطو.